خلل المكدوس. تعالوا نشوف مقاديرنا نبتدي فيها على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي 800 جرام بتنجان انا سلقاه. طبعا يستحسن لو يكون كلهم حجمهم قريب من بعضه عشان يبقى شكله حلو في البرطمان. عندي معلقه سكر ناعم، 320 ملي زيت زيتون، ملح. للحشوه عندي 70 جرام عين جمل امتصاص، 2 قرن فلفل اخضر، 5 فصوص ثوم مفروم، 2 معلقه شطه، و15 جرام بقدونس مفروم. طيب البتنجان ده زي ما قلت لكم الاول طبعا احنا بنسلقه في ميه، بحط فيها شويه سكر وعشان لونه مش عايزاه يغير، وبعد ما هسلقه هخليه يبرد خالص. ودلوقتي هعمله معاكم، عايزين هنفتحه وهنحشيه شويه ملح وبعدين نسيبه. المفروض طبعا نسيبه 12 ساعه، انا مش هقدر اسيبه 12 ساعه عشان وقت البرنامج، عشان كده كنت عامله برطمان من الاول برده هوريه لكم. هنحط فيه الملح ونسيبه شويه، وبعدين هنعمل مع بعض الخليط ونحشيه بالخليط، هنحطه في البرطمان وهنزود عليه بعد كده زيت الزيتون. تعالوا الاول نفتح مع بعض البتنجان. هو شبه البتنجان المخلل بتاعنا مع اختلاف طبعا الحشوه اللي جواه. زي ما قلت لكم نحاول ان احنا نجيب احجام البتنجان نفسها قريب من بعضها عشان لما نحطه في البرطمان اللي هنحط فيه المخلل يبقى شكله حلو مع بعض. احط شويه ملح كل واحده، وزي ما قلت لكم المفروض تتساب 12 ساعه في الملح ده، ويفضل لو تسابت على مصفى علشان تنزل كل ميتها. هحط عين الجمل، الخضار بتاعي طبعا، الثوم المفروم، قرون الفلفل الحراقه، ملح وفلفل، وطبعا اخر حاجه زيت الزيتون. تعالوا نضربهم شويه وبعدين نشوف هنزود قد ايه زيت زيتون. هجيب البتنجان طبعا انا حاشيه شويه، تعالوا بقى نكمل البرطمان مع بعض. حط الحشوه، نكمل كل الكمية. وبعدين هغرق بقى الوش كله بزيت الزيتون. لازم البتنجان يكون متغرق في زيت الزيتون علشان يتخلي الحلو وما يبص مننا. اتاكد ان كل البتنجان دخل جوه، وبالهنا والشفا.